لكن حضرتك نفسك رفضت زيارات ودعوات من احمدي نجاد؟ لا ما رفضتش، اعتذرت. او اعتذرت انا رفض و يعني الاعتذار هو لا من الرفض يا استاذ. الرئيس نجاد حاول ان يدعوني او دعاني بالفعل كذا مره الى ان اذهب الى ايران، لكن انا دفعا لوجع القلب على الاقل اعتذرت له مره انا مش قادر اروح، واعتذرت له لان شايف العلاقات متوتره. خلي بالك ان انا ايضا وانا برايح انا بحط في ذهني اما اروح بلد بحط في ذهني علاقات بلدي معاه، فانا شايف العلاقات المصريه الايرانيه متوتره، وانا لا دور لي في السياسه وليس هناك داعي ان اذهب ويستغلني اي حد او حتى ابقى موجود متطفل على موقف انا لا استطيع ان افعل فيه شيء. وذلك حتى لما الرئيس نجاد عرض ان يبعت طياره خاصه تاخذني من القاهره الى طهران انا مشكورا جدا والله واسفا لان عايز اروح، لكن عارفه تقولي مرات تقولي انا مش هعمل ده لانه بلاش وجع قلب يعني عليه.